قبل ما نبدأ في المقطع يا لهبيين، عندي لكم لعبة جدا جدا رهيبة، واحدة من أفضل ألعاب القتال على الجوال. يعني فوق ما إنها قتال وحماس وزي كذا، تراها أيضا عالم مفتوح، يعني أنت تقدر تستكشف هذا العالم المفتوح وتكون لك علاقات وصداقات مع أشخاص حقيقيين. وهذه اللعبة هي غضب الشجعان. طبعا اللعبة متوفرة للنظام الأندرويد والآي أو إس، وتقدر تحملها بشكل مباشر من المتجر عن طريق الرابط في خانة الوصف. غضب الشجعان من الألعاب اللي تلعبها شوية بعدها على طول تدمن عليها وتصير جزء من روتينك اليومي. بكل بساطة انت راح تكون بطل من الأبطال الرئيسيين، وراح تكون عندك مجموعة من المهمات المختلفة اللي تقدر تسويها، وهذه المهمات راح تكون منتشرة في هذا العالم الفخم. طيب خلونا نبدأ مهمة من المهمات. زي ما تشوفون الجرافيكس جدا جدا عالي وجدا قوي بالنسبة للعبة جوال. بكل بساطة جرافيكس اللعبة ديم. طيب خلونا اشرح لكم التحكم بشكل سريع. عندكم الزر الازرق هذا او زر السيف، بكل بساطة هذا راح يخليك تستخدم سلاحك او يخليك تضرب بالسلاح. وعندك الثلاث الازرار الحمراء، هي عبارة عن ابيليتيز او خاصية للشخصية، وفيها يعني يسوي حركة معينة ويقتل بيها الاعداء. وعندك هذا الزر عشان تتفادى ضربات العدو. طيب خلونا نجلدهم جلد. صراحة طريقة القتال جدا جدا رهيبة وسلسة وممتعة، يعني تحسسك انك انت اللي قاعد تتقاتل معاهم وخاش في الجو، وانت اللي قاعد تجلدهم جلد. صراحة صراحة ابدعوا في طريقة القتال. طبعا في نهاية كل مهمة راح يكون في وحش معين، ووحشنا هنا خطف شخص معين، ولازم حنا يعني نستجوبه ونعرف مكان هذا الشخص عن طريق هذا الوحش. طبعا الوحش نوعا ما قوي، ولازم تكون ذكي وحذر معاه، ويعني تستخدم مهاراتك وقدراتك ضده. وأيضا ترى هذا الوحش بين فترة وفترة يهاجمك، فأنت لازم تكون يعني حذر، وأول ما يهاجمك يعني تبعد عن هجمته أو ضربته. طبعا لما تقتل هذا الوحش راح يعطيك إكس بي عشان يزيد ليفلك، وأيضا راح يعطيك مبلغ جيد جدا من الذهب. طبعا اللعبة فيها ليفل ومستوى لشخصيتك، فأنت لازم ترفع ليفلك ومستواك عشان تقاتل وحوش أقوى وأكبر وتكسب جوائز كبيرة جدا. وأيضا تقدر تطور عتادك من ناحية اللبس والقبعة، وأيضا الدرع وغيرها من الأشياء الأخرى. وأيضا تقدر تطور أسلحتك وقدراتك الخاصة عشان تقدر تجلد الأعداء بشكل كبير جدا. وأيضا في شيء عجبني مرة، اللي هو الشات أو الدردشة. يعني إذا كنت شخص مثلا تبغى مساعدة أو إنك تبغى تسأل عن شيء معين، على طول خش على الدردشة، وعلى طول اللاعبين راح يتجاوبون معاك ويعلمونك الشيء اللي تبغاه. طيب اللعبة مليئة بالتفاصيل الرهيبة والممتعة جدا، وراح أتركها لكم عشان تستكشفونها أكثر وأكثر وأكثر. لعبة غضب الشجعان متوفرة على الأندرويد والآي أو إس، وتقدر تحملها عن طريق الرابط في خانة الوصف. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نحاول اننا نقتل توماس داونز، وايضا راح نحاول اننا ننقذ آرثر مورغان، ويعني نمنعه من الاصابة بمرض السل. طبعا انا سويت هذا المقطع لانه في الفترة السابقة انتشر كلام كثير، وانتشرت العديد من الشائعات على انه آرثر مورغان له نهاية مختلفة وله نهاية ثانية ورسمية من روكستار، انه يعني له نهاية في بلاك ووتر، وانه يعني يعيش او حاجة زي كذا. فحبيت اني اسوي هذا المقطع عشان اوضح الامور، فيلا نخش في المقطع. طيب اولا توماس داونز من الشخصيات الرئيسية في لعبة Red Dead Redemption 2، وانت يا آرثر مورغان تقابل توماس داونز في 3 مرات كاملة. اول مرة راح تكون في الشابتر الثاني، وفيها راح تحصله يقوم بعمل خيري معين في مدينة الفالنتاين. تعالوا نشوف سويا. You get a lot of money doing this? Not much, but it's the trying that counts. If you say so. Well, I do. And who do you help? I'll help you learn to keep your mouth closed. Sorry, sir. Come on, please.
Please, somebody, be generous. طبعا زي ما شفتوا توماس داونز يجمع فلوس للفقراء والمساكين عشان يعيشون بهذه الفلوس ويمشون أوضاعهم. عمل خيري يشكر عليه توماس داونز. طيب من هذه اللحظة هل نقدر نقتل توماس داونز؟ طبعا أنا أول ما طلعت السلاح عشان أقتل توماس داونز ما قدرت أقنص عليه زي ما تشوفون وعلى طول هرب. طبعا حاولت أني أمسكه بالحبل، أيضا نفس الوضع ماني قادر أمسكه. حاولت اني اطلق عليه بالريبيتر، ايضا نفس الوضع، الايم ما يجي عليه، كأنه يعني توماس داونز محمي من الشركة. بل اني رميته بالديناميت عشان ينفجر ويموت، واللي صار انه توماس داونز باقي مستمر في الجري ولا حدث له اي حاجة. فلازم الان احصل طريقة اقتل بيها توماس داونز، وفعلا حصلت طريقة مميزة واللي هي اني اخلي الشرطة يقتلون توماس داونز، وفعلا الطريقة نجحت. الآن عندنا توماس داونز مقتول، فهل راح يظهر توماس داونز في المرات الجاية؟ تعالوا نشوف سويا. طيب المرة الثانية اللي يظهر فيها توماس داونز راح تكون في مهمة رئيسية لازم تلعبها اسمها Americans in Rest. بكل بساطة هذه المهمة راح تصير فيها مضاربة في بار الفالنتاين، وخلونا نشوف هل يظهر توماس داونز فيها أم لا. تعالوا نشوف سويا. I beg you, stop. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. طبعا زي ما شفتوا مع اننا قتلنا توماس داونز وتأكدنا انه ميت قبل ما نخش المهمة، لكن مع ذلك ظهر لنا توماس داونز في هذه المهمة. هذه هي محاولتنا الاولى لقتل توماس داونز. تعالوا ننتقل للي بعده. طيب المرة الثالثة والأخيرة واللي يظهر فيها توماس داونز راح تكون في الشابتر الثاني، وتحديدا في مهمة اسمها Money Lending in Other Sins، وهذه المهمة آرثر مورغان راح يصاب فيها بمرض السل. Mr. Thomas Downs, you owe me money. Oh no no, I'm. Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll. Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir, please. I don't care about your family. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. طيب الآن راح نبدأ محاولتنا الثانية لقتل توماس داونز في مهمة Money Lending in Other Sins. طيب هذه المرة راح نقتل توماس داونز بشكل مباشر عن طريق اننا نطلقه بالرصاص وسط المهمة. طبعا زي ما شفتوا لما طلقنا عليه بالرصاص على طول المهمة فشلت. طبعا في نفس هذه المهمة ترى تقدر تطخ على توماس داونز في اي مكان غير راسه. على سبيل المثال انا طلقته في صدره وتوماس داونز باقي حي وما مات، بل اني خشيت الكات سينز اللي صار بيني وبين توماس داونز وتوماس ظاهر عليه الرصاصة اللي طلقتها في صدره زي ما تشوفون. طيب الآن راح نجي للمحاولة الحقيقية واللي فيها آرثر مورغان راح يقتل توماس داونز حرفيا وفعليا وحقيقة، والطريقة راح تكون إننا نخوف توماس داونز بإطلاق رصاصة تحذيرية في الجو. طبعا لما توماس داونز يسمع هذه الرصاصة راح يهرب من مزرعته، وحنا هنا راح نستغل الفرصة.
طبعا زي ما شفتوا جاهد شو دمر له الجبهة تدمير شامل، وفعلا توماس داونز ميت زي ما تشوفون، وآرثر قتله. طيب الآن راح ناخذ جثة توماس داونز ونرجع للمهمة ونروح للمهمة ونشوف هل موجود توماس داونز أو لا. Mr. Thomas Downs, you owe me money. Oh, come here, you maggot. Please, sir. Really? طبعا زي ما شفتوا توماس داونز راح تحصله موجود في مزرعته، مع اننا قتلنا توماس داونز قبل دقائق يا رجل، بل انه جثة توماس داونز قدام توماس داونز. يعني مهما حاولت انك تقتل توماس داونز، ترى توماس داونز راح يظهر في المهمة، لانه توماس داونز شخصية جدا جدا مهمة، بل انها اهم من آرثر مورغان. طيب ممكن بعض الاشخاص يقولون طيب ليش ما تتفادى مهمة توماس داونز اللي كح فيها عليك؟ يا صديقي حتى لو انك تفاديتها، ترى انت سابقا قابلت توماس داونز مرتين في مهمة امريكنز ان ريست، وايضا لما كان يسوي عمل خيري، يعني اكيد انتقل لك المرض. طيب خلونا نوصل لكونكلوجين واستنتاج. يا صديقي مهما حاولت انك تقتل توماس داونز، ومهما حاولت انك تتفادى مرض السل، ترى لازم تصاب به، ومرض السل جزء من قصة آرثر مورغان، وآرثر مورغان لازم يموت بمرض السل. واللي قال انه الآرثر مورغان نهاية مختلفة في بلاك ووتر وانه يعيش او حاجة زي كذا، احب اقول لك ترى آرثر مورغان نهايته واحدة، وهي الموت بمرض السل. طيب شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن هذا المقطع. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.